من جديد أسعد الله صباحكم دائما بكل خير أعزائنا المشاهدين. أحمد أبو حماد ما زال حاضرا من خلال هذا الربط المباشر من الجامعة الأردنية إلى مستشفى الجامعة الأردنية أقسام عيادات المستشفى، تحديدا يتواجد أحمد أبو حماد بقسم الخداج. كل ذلك وأكثر من خلال أحمد وضيوفه الكرام. إليك من جديد أحمد. نعم مجحم، صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدينا. بنصب عليكم وعلى الهواء مباشرة من قسم النسائية والتوليد وحديثي الولادة في مستشفى الجامعة الأردنية. طبعا مشاهدينا هذا القسم بضم عدة وحدات متخصصة متطورة بتقدم أفضل الخدمات الطبية للمرضى على مستوى المملكة ومستوى الشرق الأوسط في جميع التخصصات. وأيضا يضم هذا القسم مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من أطباء وممرضين وكوادر فنية مساعدة تتمتع بالخبرة والكفاءة العالية. وأيضا بيمتاز هذا القسم بوجود أفضل الأدوات والمعدات الحديثة. لحتى نتعرف أكثر على قسم النسائية والتوليد في مستشفى الجامعة الأردنية راح يكون معنا الدكتور كميل فرام، وهو مستشار أول نسائية وتوليد. دكتور صباحك سعيد. أهلا، صباح الورد. نعم الله يصبحك بالخير دكتور. حابين تعرفنا أكثر على هذا الصرح الطبي المميز. الصرح الطبي هذا الحقيقة هو عبارة عن، نقدر نقول عليه مستشفى وليس قسم، لأنه هو مكون من ثلاث طوابق بني حديثا، يعني افتتح بسنة 2014 بمنحة من المنظمة الأمريكية. هو مستشفى حديث متطور يحوي جميع الأجهزة الحديثة للولادات. عندنا الطابق الأرضي هو عبارة عن قسم استقبال، قسم الاستقبال بما فيه إذا صارت مشاكل طارئة برضو هي موجودة للطابق الأرضي. قسم الاستقبال يستقبل فيه الحالات ويتم تصنيفها، اللي بده دخول بدخل وبده علاج يتعالجه بروح. الطابق الأول هو عبارة عن طابق الولادة، عندنا 9 غرف ولادة. هذه 9 غرف ولادة هي مجهزة، مساحة كبيرة جدا، السيدة بتدخل تمر بكل مراحل الولادة حتى أنها تروح على غرفتها. ولدينا 3 غرف عمليات لإجراء العمليات القيصرية الطارئة، علما أنه عندنا أيضا غرفة عمليات في قسم الطوارئ. الطابق الثالث هو عبارة عن منامات. سعة المنامات كالتالي: بهذا القسم عندنا 72 سرير للمنامات بمختلف الدرجات. زاد يحوي القسم في الطابق الثالث اللي هو الحضانة الطبيعية بالنسبة للأطفال بسعة حوالي 35-40 طفل. بقسم الولادة برضو هنا إحنا ملتصقين تماما مع قسم الخداج، باعتبار أنه إحنا شغلنا يتوقف بصورة كبيرة جدا بالتعاون مع الزملاء في قسم الخداج. وكمستشفى تعليمي، وزي ما حضرتك تفضلت وذكرت أنه يضم هاي الكوادر الطبية المؤهلة، وإحنا بالمناسبة جميعنا أساتذة بكلية الطب، يعني لا يجوز إنه واحد يشتغل هون إلا يكون عضو هيئة التدريس. أصلاً إحنا موظفين الجامعة ونعمل بالمستشفى، فنطبق العلم بما توصل إليه، لأنه لدينا برامج تعليمية، عندنا طلاب بمرحلة البكالوريوس، عندنا طلبة الدراسات العليا بالإقامة بجميع التخصصات بما فيها الأطفال والنسائي. شكرا لك سعيد، صباحك سعيد، شكرا لك جدا، شكرا. تسلم، شكرا لك، شكرا شكرا. طبعا مشاهدينا لحتى نتعرف أكثر على قسم الخداج راح يكون معنا الآن رئيسة القسم الدكتورة منار اللوامة حتى نتعرف أكثر على هذا القسم. دكتورة تفضلي معنا، صباحك سعيد. طبعا مشاهدي احنا لابسين الزي المخصص حتى ندخل في هذه المنطقة. صباح الخير دكتورة ويعطيك العافية. أنت رئيسة قسم الخداجة في مستشفى الجامعة الأردنية في قسم التوليد، حابين تعرفين أكثر، يعني الناس كثير بسمعوا قسم الخداج بس ما بعرف شو اللي بصير فيه، يعني حابين تحكينا ليش بدخل الطفل قسم الخداج، شو الرعاية الطبية اللي بتقدموها له، وأيضا عن بعض الإجراءات اللي بتتم على أرض الواقع داخل القسم. نعم أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. بنرحب بالتلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد في قسم الخداج في
مستشفى الجامعة الأردنية. قسم الخداج أو وحدة العناية المركزة بالمواليد هي وحدة عناية تعنى بالأطفال المولودين قبل إتمام عمر الحمل، وبالنسبة لخداج مستشفى الجامعة الأردنية يبدأ ذلك منذ نهاية الشهر الخامس من الحمل، وذلك يضاهي الدول المتقدمة بحمد الله. أيضا تعنى الوحدة العناية المركزة بالمواليد الذين أتموا عمر الحمل ولكن يوجد لديهم صعوبات أو أمراض أو اعتلالات معينة تستدعي إعطاء بعض العناية لهم في هذا القسم. بالنسبة لوحدة الخداج في مستشفى الجامعة الأردنية، هي حقيقة أقدم وحدة للخداج في المملكة، وتم تأسيسها ببداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتم تحديثها ونقلها إلى هذا المبنى الجديد بمنحة من USAID قبل حوالي 4 إلى 5 سنوات. بالنسبة لخداج مستشفى الجامعة الأردنية، السعة 30 سرير، طبعا هي تعتبر من الوحدات الكبيرة ولكنها غير قادرة على تحمل الضغط من قسم النسائية. يمكن سمعتوا دكتور كميل حيث يراجع مستشفى الجامعة الأحمال عالية الخطورة، وبالتالي نسبة الدخولات منها إلى قسم الخداج هي نسبة عالية جدا. الخدمات المقدمة في هذه الوحدة هي صراحة خدمات نوعية يعني على مستوى المملكة، حيث يوجد لدينا خدمات التنفس الاصطناعي للمواليد الجدد، وقد أدخلنا قبل 4 سنوات التنفس الاصطناعي عالي الذبذبات وهو غير موجود في معظم الوحدات في الوطن، وهي خدمة تحتاج إلى خبرة فائقة من أجل التعامل معها ومع المواليد الذين يحتاجون إليها. نعم. الله يعطيك العافية. طيب تحكي عن يعني بعض الإجراءات الخاصة يعني للأطفال، يعني أجى طفل بحاجة إلى رعاية مخصصة، وقديش المدة اللي بقعد فيها ممكن الطفل بالخداج؟ نعم، من الإجراءات هي الأنبوبة الرغامية، وهي إعطاء أو وضع أنبوب في القصبة الهوائية للمولود من أجل التنفس الاصطناعي، أيضا وضع القسطرة الوريدية من أجل إعطاء المحاليل والأدوية، إجراء تغيير الدم للرضع، التغذية الوريدية الكاملة، كلها في الحقيقة هي خدمات نوعية تقدم في هذه الوحدة. بالنسبة للمدة التي يقضيها المولود في الخداج حسب عمر الحمل، نعطي بالعادة للأهل موعد الولادة الأصلي كموعد للخروج والاحتفال بسلامة إن شاء الله من الأمراض. نعم، شكرا لك دكتورة، صباحك سعيد. شكرا لك، صباحكم سعيد، أهلا وسهلا. طبعا مشاهدينا نشكر الدكتورة رئيسة قسم الأطفال والخداج دكتورة منار اللوامة على هذه المعلومات الصباحية، والآن راح نرجع لاستوديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات. طبعا مشاهدينا كنا معكم على الهواء مباشرة من قسم النساء والتوليد وحديثي الولادة. اليوم حبينا نركز على قسم الخداج، هذا القسم يعني بتوفر فيه أفضل وأجود المعدات والأدوات الحديثة على مستوى العالم موجودة في مستشفى الجامعة الأردنية، والآن راح ترجع لاستوديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات. صباحكم سعيد.